يلي بتمضي لزميل في الشغل وهو مش موجود هناك، انت بهذا مؤسس لظلم وفساد لو في حساب من مسؤول نظيف معاك وبياخد راتب عليه وعدم وجوده مفروض غياب، بس انت بقى عامل لي فالح وعافيه من الغياب. اذا كنت فاهم ان دي خير ده شر طايلك في الممات، واذا كان يا عم بيقسم عليك تبقى حرامي بدون كلام. السرقة مش بس حاجة شلها، ده فعلك ده سرقة لكل الناس. اذا كان مريض فيه طبيب يحدد هوه الاجازات فوق يا عم من دي خيبة، بلاش تضيع في الحقوق، عمال بتمضي بكل سهولة ومش فاهم ان دي حدود، فاكر انك عايش في غابة وهتبقى زي حيوان بيموت. ده انت بعقل ربك هيحاسبك، يا رب تموت عشان تدوق. انت بتمضيله خلاص، وبالنسبة لك وبالنسبة له يوم بيفوت، بس والله كل شيء مكتوب عند رب لا بيعرف الظلم، وكل حاجة عنده بالعدل هتكون، وهتشوف الحساب وانت موجود. اللي انت مضيت له ده يا ظالم يا فاسد وحددت انه ياخد راتب هذا العمل في هذا الوقت اللي ما اشتغلوش، فهو ما اشتغلش هذا الوقت ولا ضيع الوقت اللي المفروض يضيعه في هذا الشغل في هذا العمل. لكن سيادتكم قررتوا انه وصل بسلام الى العمل وبالتأكيد اشتغل، واديته فرصة يضيع حقوق الناس المرتبطة بهذا العمل او حقوق الخدمة التي يؤديها من خلال هذا العمل، واديته فرصة برضه يروح يشتغل في هذا الوقت الذي خد راتب عليه مكان انسان في القطاع الخاص كان في احتياج لهذا الشغل، حتى يحصل على راتب ايضا يعيش بيه. نريد الاحساس لنستمر جميعا ايها الناس، ارحم البشرية جمعاء من غبائك وظلمك وفسادك، وخلي كل واحد يمضي لنفسه ويشوف شغله والواجب اللي عليه ويحرك المجتمع اللي عايش فيه، وهو رايح وهو جاي من عمله هو بياخد راتبه عشان يعيش لوحده ولا الدنيا بتدور بينا وبيه؟ يا ريت تفهموا ذكر كان او انثى في القطاع العام، لأن هذا لا يحدث في القطاع الخاص.